حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه وحدثني سليمان قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاسود قال سالت عائشه رضي الله عنها كيف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام اوله ويقوم اخره فيصلي ثم يرجع الى فراشه فاذا اذن المؤذن وثب فان كان به حاجه اغتسل والا توضا وخرج